في اليوم الخامس لمحادثات الكويت يبدو الفشل قريبا أكثر من أي وقت مضى. وفد الميليشيا الذي لا يزال يرفض حتى اللحظة الشروع في المحادثات كان قد انسحب من الجلسات، ثم عاد مطالبا بمهلة للتشاور مع قياداته في صنعاء تجيز له الاستمرار أو الانسحاب النهائي من المحادثات. مصادر في الكويت أكدت أن النقاشات تراوح مكانها فيما يتعلق بجدول الأعمال، واقتصرت الجلسات حتى الآن على مناقشة خروقات وقف إطلاق النار، فيما كان المبعوث الأممي يمنح وفد الميليشيا مهلة لصباح الاثنين للموافقة على جدول الأعمال، وهو ما يبدو أنه لم يتحقق حتى اللحظة، حيث تشير الأنباء أن ولد الشيخ التقى وفدي الطرفين دون الإعلان عن موعد جديد للجلسة القادمة. ولد الشيخ عاد ليؤكد ما قاله في الجلسة الافتتاحية أن اليمن بين خيارين، إما البقاء في الحرب أو تقديم التنازلات لأجل السلام، لكنه هذه المرة كان يعنيها فعلا على ما يبدو، مع اعترافي أن هناك فروقات كبيرة في وجهات النظر في مشاورات الكويت. رئيس الوفد الحكومي وزير الخارجية عبد الملك المخلافي كان واضحا وهو يعدد الإخفاقات التي تتعرض لها المحادثات من قبل الميليشيا، مشيرا إلى أن وفد الميليشيا رفض حتى الآن كل الاقتراحات المقدمة لتنفيذ جدول أعمال المباحثات، مؤكدا أن كل نقاشات وفد الميليشيا تدور حول إيقاف غارات التحالف فقط وأنهم غير مهتمين بإنهاء الحرب. ورغم كل ذلك تعهد المخلافي بأن وفده سيبذل كل جهده للوصول إلى حل ينقذ المحادثات من فشل بات قريبا جداً.